نكمل معكم ريمارك 2. ريمارك 2 هي H1 اتحاد H2 مع الستار need not be a subgroup of G star، يعني اتحاد أي زمرتين جزئية من الزمرة G لا تعطيني زمرة جزئية. ننطي مثال على عدم تحقق الاتحاد، وهو H1 يساوي لي R1 R3 is subgroup of GS. GS هي زمرة تناور المربع اللي عدد عناصرها 8 وشرحناها بالتفصيل بالفصل الأول. and ال H2 تساوي لي R1V is subgroup من ال GS، لكن الاتحاد اللي يساوي لي R1 R3V is not subgroup of GS، since لو أضرب ال R3 circle V رح ينطيني H، وال H لا تنتمي إلى ال H1 اتحاد H2، يعني الانغلاق غير متحقق في هذه المجموعة. إذن الاتحاد ليس subgroup of G star. تعريف رقم 3 يعطيني ضرب الزمر الجزئية. Let G star be a group and H star و K star be two subgroup of G. Then the product of H and K is the set. ال H star K يساوي نفتح قوس H small star K small، و H ينتمي إلى H وال K ينتمي إلى K. النوت هنا تبين لي ثلاث حالات. أولا ال H star H يمكن أن أكتبها H تربيع، وإذا كان H يساوي لي عنصر واحد فقط A، فإن ال H star K أعوض عن H بال A star K، وإذا ال K ساوت لي عنصر فإن ال H star K أعوض عن ال K بال B. والاتحاد H اتحاد K هي subset من ال H star K ولا تساويها. نظرية رقم 5. Let G star be a group and H star و K star are two subgroup of G star then. هذه النظرية تحوي على 4 فروع. الفروع الثلاثة الأولى مطلوبة بالامتحان، أما الفرع الرابع غير مطلوب بالبرهان، فقط المنطوق. فإذا نبدأ بالفرع الأول. الفرع الأول يقول لي ال H star K غير خالية and ال H star K subset من ال G. أولا أكيد الحاصل الضرب غير خالي، لأن ال H وال K اثنين هم سبجروبات، فعلى الأقل بها العنصر المحايد، فالمحايد ينتمي إلى H and المحايد ينتمي إلى K. حاصل الضرب ينتمي إلى H star K، وحاصل الضرب هو identity. إذن الايدنتيتي ينتمي إلى ال H star K، فال H star K غير خالي. and حتى أبرهن إنه ال H star K subset من ال G، فراح أخذ عنصر المفروض بالضرب ألقي بال G، راح أخذ X بالضرب بال H star K، فهذا ال X شكله هو A star B، بحيث إن ال A بال H وال B بال K. إذا ال A بال H وال H subset من ال G، فأكيد ال A راح يكون بال G، وإذا ال B بال K وال K subset من ال G فال B أيضا بال G. إذن ال A بال G وال B بال G، فحاصل الضرب راح يكون بال G لأن ال G group والانغلاق متحقق. هذا حاصل الضرب أنا إيش فرضته من البداية هو X، يعني ال X راح ينتمي إلى G. إذن أنا بديت ال X ينتمي بالضرب، لقيت ال X ينتمي بال G، إذن الضرب سبسيت من الجي. الفرع الثاني، الفرع الثاني هو ال H سبسيت من H star K وال K سبسيت من H star K. أيضا السبسيت راح أخذ عنصر بالمجموعة الأولى المفروض ألقي بالمجموعة الثانية، أخذ عنصر بال H، هذا العنصر أقدر أكتبه بالشكل X star E، ومن انكتب بهذا الشكل معناته ينتمي الحاصل ضرب الزمر الجزئية، يعني ال X بال H وال E بال K. فإذا هذا كله يساوي لي X، إذا ال X ينتمي للضرب، إذا ال H subset من الضرب، إذا ال H subset، وبنفس الطريقة ال K راح تكون subset من الضرب. طبعا راح ناخذ ال E تنتمي لل H وال X بال K ونبرهن هذا الفرع. الفرع الثالث ال H star K مع الستار is subgroup of G star if and only if H star K يساوي K star H، وهذا من الفروع المهمة، هذا باتجاهين.
راح ناخذ الاتجاه الاول، نفرض انه الاتش ستار كيس مع الستار السب جروب اوف جي ستار، واريد ابرهن المساواه. طبعا حتى ابرهن المساواه يعني راح ابرهن انه المجموعه الاولى سب سيت من الثانيه والثانيه سب سيت من الاولى. فحتى ابرهن السب سيت ايضا راح اخذ عنصر بهذه المجموعه المفروض القيه بالمجموعه الثانيه، فراح اخذ اكس ينتمي الى الاتش ستار كي. الاكس شكله راح يكون حاصل ضرب عنصرين اي ستار بي، الاي بالاتش والبي بالكي. الان سنس الاتش ستار كي السب جروب اوف جي، فاكيد الانفيرس راح ينتمي الاتش ستار كي. هذا الانفيرس راح اسميه سي ستار دي، بحيث ان السي ينتمي الى الاتش والدي ينتمي الى كي. راح اجي اشوف هذا الاكس وين راح ينتمي. الاكس يساوي اكس انفيرس انفيرس، اقدر اكتبه بهذا الشكل حسب نظرية سابقة، وهذا يساوي الاكس انفيرس تساوي سي ستار دي، اعوض عنها بما يساويها كلها انفيرس، ويساوي هذا ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي دي انفيرس، لما ندخل الانفيرس على القوس ينطيني دي انفيرس ستار سي انفيرس، بحيث ان هذا الدي انفيرس وين راح يكون؟ راح يكون موجود بالكي والسي انفيرس بالاتش. ليش؟ لان الدي هنا موجود بالكي، فاكيد الانفيرس الى موجود بالكي، والسي بالاتش فالانفيرس الى بالاتش. اذا الاكس ايش ساوت لي؟ ساوت دي انفيرس ستار سي انفيرس. وين تنتمي؟ تنتمي الى كي ستار اتش. اذا العنصر اكس اخذناه وين؟ اخذناه بالاتش ستار كي، لقيناه بالكي ستار اتش. اذا H star K subset من K star H. وبنفس الطريقة نبرهن العكس، أيضا نأخذ عنصر هنا نلقاه هنا وهو واجب عليكم. الاتجاه الثاني عندي أفرض أنه H star K يساوي K star H، to prove أريد أبرهن أنه ال H star K مع ال star is a subgroup of G star. حتى أبرهن subgroup أولا لازم المجموعة غير خالية وسبسيت من ال G، وحاصل الضرب ينتمي لها. من الفرع الأول أنا مبرهنة إنه ال H star K لا تساوي خالية عند ال H star K subset من ال G، إذا هذا مبرهن سابق. ناخذ ليت X و Y ينتمي لل H star K، أريد أبرهن إنه X star Y inverse ينتمي لل H star K. ال X إذا انتمت لل H star K راح تنطيني، راح تنكتب بالشكل التالي: الاكس تساوي اي ستار بي، بحيث ان الاي بالاتش والبي بالكي. والواي اذا انتمت الاتش ستار كي راح تنكتب بالشكل التالي: سي ستار دي، بحيث ان السي ينتمي الى اتش اند الدي ينتمي الى كي. هذا كله من تعريف حاصل الضرب. طبعا اجي اضرب الاكس ستار واي انفيرس، اعوض عن اكس بما يساويها وواي انفيرس بما يساويها، يعني ال A star B star C star D inverse. ال A star B تنزل، ال inverse يدخل على القوس يقلب القيم، لأن ما قايل للجروب إبدالية، وهذا يساوي بالتجميع راح أجمع ال B مع ال D وال C. لو أدرس هذه العناصر شلون راح تكون؟ عندي هذه ال B star D inverse بالK، وهذا ال C بالH. إذا هذا كله الثلاث عناصر راح تكون بالكي ستار اتش، وبالفرض الكي ستار اتش يساوي اتش ستار كي، يعني هاي العناصر بالاتش ستار كي. طيب والاي بالاتش؟ فكلها راح تكون بالاتش ستار كي، يعني هذا اختصار لكل هاي الخطوات حتى كلها تكون بالاتش ستار كي. إذا الاكس ستار واي انفيرس من البداية راح يكون بالاتش ستار كي. إذا ال H star K is subgroup of G star. والفرع الرابع راح يكون برهانه متروك ترك فقط المنطوق: if G star is commutative group فإن ال H star K is subgroup of G star. المثال رقم 3: إن زت 8 مع الجمع قياس 8، ليت ال H يساوي 0 و4 and ال K 0 2 4 6، find H زائد K بالقياس 8. الآن حتى أجمعهم
ال H مع ال K قياس 8 راح أجمع بالشكل التالي: 0 زائد 0 ينطيني 0، 0 زائد 2 ينطيني 2، و 0 زائد 4 4، و 0 زائد 6 6. الأربعة زائد صفر أربعة موجودة، أربعة زائد اثنين تنطيني ستة موجودة، وأربعة زائد أربعة ثمانية قياس ثمانية صفر موجود، وأربعة زائد ستة ينطيني عشرة قياس ثمانية اثنين موجود. إذن الناتج راح يكون صفر اثنين أربعة ستة. Notes: Let H star and K star are two subgroup of G star then. أولاً الـ H star K لا يساوي K star H، و H طبعاً بصورة عامة، و H star K star need not be subgroup of G star. In general بصورة عامة هي حاصل ضرب two subgroup ليس subgroup. وأعطي مثال، هذا عليكم واجب، والإكسرسايز هنا if H star subgroup of G star each of the following: Z 8 مع الجمع قياس 8 وال H تساوي 0 6 find H تربيع، و Z 4 والجمع قياس 4 وال H 0 1 2 find H تربيع. تعريف رقم 4 هو تعريف center of a group، مركز الزمرة. مركز الزمرة is the center of a group G star denoted by center G or C. G is the set CG تساوي C تنتمي إلى G. C star X تساوي X star C لكل X تنتمي إلى X. شنو هو السنتر؟ هي العناصر التي تتبادل مع كل عناصر الزمرة. طبعا نلاحظ أن النوت، نلاحظ أنه هذه CG غير خالية. ليش؟ لأن على الأقل الايدنتيتي يتبادل مع كل عناصر الزمرة، فيوجد E ينتمي للG such that E star X يساوي X star E لكل X ينتمي إلى G. إذن الـ E ينتمي إلى السنتر. المثال رقم 4: The group R مع عدد صفر مع الضرب، السنتر للـ R رح يكون الـ R نفسه. ليش؟ لأن الـ R with multiplication is commutative. الـ R مع عدد صفر مع الضرب هي إبدالية، فإذا كل عناصرها تتبادل مع بعضها، فإذا السنتر هو كل R. The group S3، الـ S3 هي زمرة التناظر المثلث أو السيمتريك مع السيركل، السنتر إلها يساوي الايدنتيتي فقط، لأن هي أصلا غير إبدالية، إذا فقط العنصر المحايد هو اللي يتبادل مع كل العناصر. إذا السنتر يساوي الـ F اللي تنتمي الـ S3، F سيركل يساوي G سيركل F لكل G بالـ S3 وتساوي للـ F1 فقط. النظرية رقم 6: Let G star be a group then center G مع الستار is a subgroup of G star. هاي من النظريات المهمة ودائما تتكرر بالامتحان، تنتبهوا لها. أولا حتى أبرهن مجموعة مع الستار هي subgroup، أولا لازم تكون المجموعة غير خالية وسبسيت من الزمرة الأصلية، وبعدين أبرهن حاصل الضرب ينتمي لها. هذه خطوات السبجروب. طبعا السنتر قلنا لا يساوي خالية، على الأقل الايدنتيتي بي من النوت السابقة. ومن تعريف السي السنتر جي تعريفه شنو؟ هي عناصر بالجي، بحيث هاي العناصر تتبادل مع الاي، لكل اكس تنتمي للجي، وهي معناتها هاي العناصر موجودة بالجي، اذا هي سبسيت من الجي. الآن ليت A و B ينتمي للسنتر، أريد أبرهن إنه الـ A star B inverse ينتمي للسنتر. طبعاً الـ A والـ B ينتمي للسنتر، شنو معنى؟ خلينا نترجمه. الـ A ينتمي للسنتر يعني إنه الـ A تتبادل مع عناصر الزمرة. A star X تساوي X star A لكل X تنتمي إلى G. والـ B تنتمي للسنتر، أيضاً الـ B راح تتبادل مع عناصر كل الزمرة. B star X يساوي X star B لكل X تنتمي إلى G. الآن أرد أبرهن أنه هذا العنصر A star B inverse ينتمي للسنتر، يعني أرد أبرهن هذا العنصر يتبادل مع كل عناصر الزمرة G، يعني A star B inverse star X تساوي X star A star B inverse.
راح أبدي بهذا الطرف، المفروض أنتهي بالطرف الثاني. أي ستار بي إنفيرس ستار إكس تساوي أي ستار، وأجمع البي إنفيرس مع الإكس. الآن أطلع إنفيرس برا القوس، إذا طلعت الإنفيرس برا القوس راح تنقلب العناصر، واحد يصير عليه إنفيرس وواحد بدون إنفيرس. وهنا الأي ستار بي ستار إكس إنفيرس، شوف هنا تبدلت. ليش تبدلت بالداخل؟ لأن البي تنتمي للسنتر، فإذا تتبادل مع كل عناصر الزمرة، والإكس إنفيرس هو عنصر بالزمرة، فإذا أقدر أبدل، بدل إكس إنفيرس ستار بي أكتب بي ستار إكس إنفيرس، والإنفيرس باقي ثابت على القوس. الآن الأي ستار أدخل الإنفيرس على القوس، راح يتبادلون X star B inverse، ثم أجمع الأي مع الX بهذا الشكل، وأيضا الأي تتبادل مع العناصر أقلبها، وبعدين أجمع الأي مع الB inverse. فشو أنطاني؟ أنطاني هذا الطرف يساوي هذا الطرف، يعني أنه هذا العنصر البين قوسين يتبادل مع كل عناصر الزمرة، إذن هذا العنصر ينتمي للسنتر، وإذا العنصر انتمى للسنتر إذن السنتر مع الستار السب جروب أوف جي ستار. رقم 7، هذه من النظريات المهمة واللي دائما تتكرر بالامتحان وبسيطة وسهلة. ليت جي ستار بي أ جروب ذين سنتر جي تساوي جي إذا فقط إذا جي إز كوميتيتيف جروب. البرهان طبعا هي باتجاهين، راح أفرض إنه سنتر جي يساوي جي، أرد أبرهن إنه الجي إز كوميتيتيف. الاتجاه الأول لكل أي ينتمي للجي، إذا أي انتمت الجي هنا، بما إنه الجي تنتمي تساوي السنتر، إذا الأي راح تنتمي للسنتر، وإذا الأي انتمت للسنتر إذا تتبادل مع كل عناصر الجي، إذا أي ستار إكس تساوي إكس ستار أي لكل إكس تنتمي إلى جي. إذا هذا القانون أي ستار إكس تساوي إكس ستار أي راح يكون متحقق لكل إكس والأي تنتمي إلى جي، وبهالحالة راح تكون الجي إز كوميتيتيف جروب. الاتجاه الثاني نفرض إن الجي كوميتيتيف، أريد أبرهن السنتر جي يساوي جي. طبعا حتى برهن المساواة قلنا إنه نبرهن إنه السنتر سبسيت من الجي والجي سبسيت من السنتر. السنتر سبسيت من الجي، احنا نعرف انه هو سبسيت من الجي من التعريف by definition of center we have center سبسيت من الجي مباشر، يبقى ابرهن الجي سبسيت من السنتر. راح اخذ عنصر بالجي، المفروض القي هذا العنصر بالسنتر. اذا اخذت العنصر بالجي والجي هي commutative group، فراح تكتب بالشكل x star a يساوي a star x لكل a ينتمي الى جي، معناتها الاكس وين راح ينتمي؟ راح ينتمي للسنتر، إذن الجي سبسيت من السنتر، إذن السنتر يساوي جي.